بداخل أكبر صحراء متحركة في العالم، معجزة بشرية استطاعت الصين إقامتها وإبهار العالم بها. طريق يربط جنوب الصين بشمالها ويوفر عشرات ساعات السفر على المواطنين. الصحراء التي كانت الأكثر خطورة في العالم تعتبر اليوم مصدراً ضخماً للنهوض بالاقتصاد الصيني. فما هو طريق تارم السريع؟ وما الذي يجعله الطريق الأكثر غرابة في العالم؟ والشيء الغير مسبوق الذي فعلته الصين للحفاظ على البيئة والحيوانات أثناء العمل في هذا الطريق؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه في فيديو اليوم. ما زال الصينيون يبهرون العالم بالأفكار الغريبة التي يتوصلون إليها والإنجازات العجيبة التي يحققونها يوما بعد يوم. فبعد أن وضعت الصين أقدامها في كل مجالات الحياة وأصبحت رائدة فيها، تحاول الآن الابتكار والنهوض بكل تلك المجالات. ومن أمثلة الابتكارات التي توصلت إليها الصين هذا الطريق. فقد قررت فجأة أن تبني طريقا وسط ثاني أكبر صحراء متحركة في العالم. وأقامت الصين طريق تارم وسط صحراء تدعى تاكاليميكان على طول 330 كيلومترا، ويربط محافظة تشيمو مع محافظة يولي في منطقة شيانغيانغ الويغورية بشمالي غربي الصين، مما يعني أن الطريق يربط بين جنوب الصين وشمالها، وهو ما سهل حركة النقل والمواصلات، بالتالي أحدث تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد الصيني. لكن العجيب ليس بناء الطريق وسط أكبر صحراء في الصين، بل الطبيعة الرملية لتلك الصحراء، حيث أنها تعد ثاني أكبر صحراء متحركة في العالم. فدول العالم تتجنب الاستثمار في مثل تلك المناطق التي تزداد خطورة العمل فيها. لكن الصين لم تكترث لحجم المخاطرة، وبالفعل نجحت في عمل معجزة. لم تكن أي دولة غير جمهورية الصين العظمى لتجرؤ على التفكير حتى فيها. وليست الخطورة في رمال تلك الصحراء فقط، بل إنها مثل أي صحراء أخرى يوجد بها العديد من المخاطر والصعاب الأخرى. فمثلا أشعة الشمس تصل لمستويات حرقة في هذه الصحراء، ودرجة الحرارة تكسر أرقاما قياسية فيها، بجانب العواصف الرملية التي لا تكف عن الهبوب على العمال أثناء أداء عملهم. ومع كل تلك المشقة في العمل، إلا أن الصين أصرت على تنفيذ تلك الفكرة، وبعد أن نفذتها جعلت كل دول العالم تحترمها أكثر. ودعني أفاجئك أكثر بتفاصيل تتعلق بتلك المعجزة التي أقامتها الصين. فقد أكدت الشركة الصينية للبناء والمواصلات المشرفة على بناء الطريق أنها رغم الصعاب التي واجهتها أثناء تنفيذ هذا المشروع الضخم، إلا أنها لم تهمل حماية البيئة حول الطريق. فقد حذرت الشركة العمال من التعرض للحيوانات بأي أذى، ووضعت لوائحا مفصلة عن حماية الحيوانات البرية المتواجدة في الصحراء وكيفية الاعتناء بهم. ولم يقتصر الأمر على حماية الحيوانات فقط، بل أنهم لم يلحقوا الضرر برمال الصحراء حتى. فقد طلبت الشركة من العمال العمل على بناء سياج بعرض أكثر من 100 متر على جانبي الطريق، وهذا لمكافحة التصحر والإضرار بتربة الصحراء. وبالطبع العقول التي تحمي الحيوانات والرمال لن تضر بالإنسان أبداً. فقد قامت الشركة المسؤولة عن إنشاء الطريق بمعالجة المخلفات الناتجة عن أعمال الحفر والبناء حتى لا يحدث ذلك أي ضرر بيئي على المناطق المتواجدة على حدود الصحراء أو على المواطنين بعد أن تم تشغيل الطريق. والآن يفتخر الصينيون بتنفيذ هذا المشروع الضخم الذي يساعد المواطنين في توفير الوقت والجهود أثناء السفر من جنوب الصين إلى شمالها، وفي نفس الوقت يساعد الحكومة الصينية على النهوض بالاقتصاد. فقد أصبحت المنطقة التي تجاور هذا الطريق منطقة استثمارية حاليا، ويستثمر فيها القطاع الخاص والعام، وتدر الملايين للدولة الآسيوية.
وكل هذا لأنه تم تصميم طريق تارم بشكل يتضمن نظاما متطورا للرصد الجوي للتنبؤ بالعواصف الرملية وضبط حركات المركبات خلال الظروف الجوية الصعبة. وأيضا تم استخدام تقنيات البناء المتقدمة والمواد المقاومة للتآكل لضمان تحمل الطريق لسنوات عديدة دون الحاجة إلى صيانة مكلفة، حيث يعتبر طريق تارم مثالا على الابتكار في مجال الهندسة المدنية، حيث تم تجاوز التحديات البيئية والجغرافية لبناء طريق سريع في منطقة صحراوية متحركة. يعتبر طريق تارم نموذجا للتعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام في الصين، حيث شاركت شركات البناء الخاصة في تنفيذ هذا المشروع الضخم بالإضافة إلى شركات القطاع العام. وإذا كانت الصين قادرة على بناء طريق تارم الذي يعبر ثاني أكبر صحراء متحركة في العالم وتحويلها إلى فرصة اقتصادية ناجحة، فإن ذلك يثبت أن الإنسان لديه القدرة على تحقيق المعجزات والتغلب على التحديات. ويمكن للدول العربية أيضا استلهام الإلهام والشجاعة من هذه الإنجازات والبدء في استغلال الصحاري الواسعة التي تملكها لتعزيز اقتصادها وتحسين جودة حياة مواطنيها. فالعمل بروح الابتكار والحفاظ على البيئة والحيوانات خلال تنفيذ مثل هذه المشاريع سيكون خطوة إيجابية نحو المستقبل المستدام والازدهار الاقتصادي. ففي رأيك هل يمكن أن تستغل دولنا العربية الصحراء التي تملأ الوطن العربي بأكمله للنهوض باقتصاد الدول؟ أم أن الصين وحدها هي من يمكنها تنفيذ مثل تلك المشاريع الغير متوقعة؟